السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كود دبي للبناء، هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو. بس خلينا نبدأ نقرأه كده واحدة واحدة، ونبدأ نشوف ازاي احنا ممكن نلتزم بيه. لو انت بتعمل مشروع موجود في الإمارات أو موجود في دبي بالذات، يبقى لازم تلتزم بكل الكلام دوت. الشغل بتاعك ممكن يترفض لو انت ملتزمتش بيه. لو انت موجود في أي بلد تانية ومعندكش كود، ممكن تلتزم بالكلام دوت ليك انت، يعني محدش هيقدر يلتزمك بيه. لكن لما تكون انت مش على كود قوي ومحترم، ايا يكن، ممكن واحد يختار سنغافورة، ممكن حد يختار بريطانيا، ممكن كلنا نختار مثلا دبي ونبدأ نشتغل بيه، ده هيكون افضل بكتير ان احنا نشتغل من غير كود. ممكن يكون مثلا الدولة اللي انت فيها مش مشترطة شروط معينة، فانت بتلزم نفسك بشروط معينة عشان الشغل بتاعك يطلع مظبوط. او ممكن يكون في كذا شركة شغالة، فتتفقوا مع بعض ان انتوا توحدوا الشغل، تمام؟ يعني خلي بالك كلمة توحيد، يعني بحيث ان ممكن يكون مثلا في مدينة وكذا فيلا، فكل واحد شغال بسيستم لوحده، مش مفيش حاجة موحدة، فده ممكن يعمل مشاكل في الآخر. ممكن الواحد مثلا بيجي يبص على اللوح بتاعت المبنى التاني، فيبدأ يلاقي فيه لخبطة. فالأفضل إن احنا نكون موحدين طريقة التسمية، موحدين المصطلحات، التعريفات، الاختصارات، كل الحاجات دي كلها تكون واضحة بالنسبة لنا. هنا مثلا هو بدأ هو بالتعريفات، اديشن مثلا اللي هي الإضافات، زيادة المساحة الإجمالية للمبنى، مين هو المهندس المعماري، من الجهة المعنية، الكلام ده كله هتلاقيه أثناء الكود، فهو حاطهولك في الأول بحيث إن يبقى سهل بالنسبة لك. لما تلاقي المصطلح ده تعرف إيه المقصود، لأن ممكن يختلف من مكان لمكان، فهو بيسهل عليك. فضروري إن أنت تقرأ الكود ده حتى لو مرة واحدة كده، إيه، ولما تكون واقف على معلومة معينة تبدأ إن أنت تعمل عليها سيرش وتشوفها المعلومة دي فين، تمام؟ دي الاختصارات اللي موجودة، كود البناء، التسلسل الهرم للكودات والمعايير. فهو بيقول لك كود دبي والإمارات هو ده المرجع الأساسي بالنسبة لنا، ويتبع كود دبي للبناء اللوائح الصادرة عن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية اللي هي الـ SIRA الخاص بالتصميم الأمني. امتى نطبقه؟ لو في تجديد، في تعديل، في اعاده بناء، في تغيير، في اضافات، كل الحاجات ديت بيسر عليها كود دبي، وبيسر برضو على البنيه التحتيه والمنشات البحريه ومنشات النفط. فهو هنا بقى بيبدا يجيب لك المساحات ويقول لك ايه الحاجات اللي مشموله من المساحات الاجماليه، وايه الحاجات اللي مستثناه من المساحه الاجماليه، وبيديك مثال على الإجمالي مساحة البناء. اهو ده بقى واخد لك صورة مثلا معينة عشان اوضح لك ان مثلا دي الأجزاء بتاعت الكود كله. فبيبدأ يقول لك جزء دوت المقصود بأنهي جزء، تمام؟ الجزء بي اللي هي الشرطات المعمارية، الجزء سي اللي هو صورة الوصول، عامل لك شكل الرامب اهوت، في التوصيلات الخدمية سواء بقى مية وصرف كله، في حاجات الشرطات الإنشائية هتلاقي في الجزء F في الجزء D. دي الأبعاد اللي هتشتغل بيها. طبعا كل جزء هيبدأ يجيب لك التعريفات اللي هو يركز عليها مع الجزء دوت. الشرطات المعمارية دي المراجع، هنا بقى المعلومات الخاصة بارتفاعات المبنى، فزي ما انت شايف كود ممتاز جدا ومنظم،
كود دبي للبناء، تمام. انا الصراحة بدأت اقرأ فيه، لسه مخلصتوش، لكن فعلا عجبني فيه التنظيم بتاعه، ويعتبر كتاب مرجع وليه صفة قانونية في دبي، لكن كمعلومات حلوة لو انت في اي بلد تقدر ان انت تقراه وتستفاد منه، وان شاء الله يكون مفيد ليك.